طيب نتكلم فني شويه يا كابتن عادل. ماتش الاهلي والعين، اكيد انت لعبت كاس عالم انديه 2006، اجواء المباريات الكبيره دي، المستوى الدولي، شعار الفيفا، اهتمام الاتحاد الدولي، اللاعب بيبقى داخل المباراه بيحس ازاي بالمباراه دي واجواءها؟ اكيد انت بتبقى داخل على ليفل لعبه تاني خالص، تحضير بشكل كويس جدا، تركيز على اعلى مستوى، لان انت في فرق ان انت بتشارك في افريقيا في بطولات افريقيه او بتشارك في بطولات محليه او فرق محليه او فرق افريقيه، وغير على المستوى العالمي او على المستوى الدولي بتلعب فرق خارجيه عندها طريقه لعب مختلفه، عندها سرعات، عندها جيم مفتوح، عندها بعض العناصر اللي تقدر تضيف لك انت في الناحيه الهجوميه او على مستوى مفاتيح اللعبه اكتر. لا مستوى تاني خالص وليفل تاني خالص، فمهم جدا على اللعيبه والجيل الحالي هو متمرس عليها بشكل كبير جدا، ومشاركته في اكتر من كاس عالم للانديه، يمكن دي النسخه العاشره بين في كاس عالم للانديه للمشاركه فيها. اعتقد ان الجيل الحالي شارك بحوالي او 5 أو 6 نسخ زي دي، اعتقد ان هم متمرسين بشكل كبير جدا عليها. يعني مين محظوظ اكتر، الجيل بتاعكم اللي لعب في اليابان، الساعه البيولوجيه بقى والاجواء المختلفه ودرجه الحراره البرد والجو ده، ولا الجيل الحالي اللي لعب في المغرب وفي قطر وفي الامارات ولف في دول عربيه وهي البطوله حتى بتتلعب في مصر؟ كده انت الجيلين هيشيلوا لا من يعني بعض. مين جيل محظوظ اكتر من التاني؟ لا هو الجيل الحالي، هو الجيل الحالي محظوظ اكتر، لان احنا كنا بنشارك في توقيت غير توقيت مصر، بتلعب فرق جامده جدا حتى على مستوى افريقيا او على مستوى المنافسه، كانت الفرق اكتر منافسه في افريقيا. لكن دلوقتي ما شاء الله يعني خمس الاهلي نهائيات 5 نهائيات تمام. بتاخد 4، فلا يعني هو جيل بيسلم جيل، لكن احنا ظروفنا كانت اصعب، يعني ظروفنا كانت اصعب، لكن مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده كانت متكلم في 90% من قوام منتخب مصر من النادي الاهلي صحيح. مع فتره مستر مانويل. اعتقد الجيل الحالي يعني احنا الجيل بتاعنا سلم الجيل الحالي التاريخ يعني. الحمد لله. طيب تتويج الاهلي بالسوبر والكاس الممتازه اللي معانا دي اللي ممكن تكون فعل خير ويكون في كاس تانيه بكره ان شاء الله باذن الله، هل الفوز ده ليه تاثير ايجابي بعد ما كسبت الزمالك، ولا دي بطوله ودي بطوله، ده مشهد وده مشهد مختلف قبل ما تلعب مع العين؟ خلينا واقعيين ان كل تحقيق بطوله ليها دوافع، ليها دوافع، والنادي الاهلي عنده ملكه كمان ان هو بيعرف يبني على البطوله، بيعرف يبني على البطوله، بيعرف يفصل منها كويس. مكسبك على نادي الزمالك اداك دافع اضعاف ان انت رجعت بطوله مهمه او احرزت بطوله مهمه، السوبر المصري بيديك دوافع بشكل كبير جدا. الملكه اللي عند اوضه لبس النادي الاهلي انها ازاي تعرف تقفل، ازاي تعرف تركز، لكن احنا في اوضه لبس النادي الاهلي مش هتلاقي الفرحه اسبوع او 10 ايام، لان هو ما عندوش وقت، هو عنده بطوله مهمه صحيح. كل 4 ايام بطوله، كل 4 ايام مباراه مهمه. عشان كده بقول مقومات البطوله اللي في اوضه اللبس اكيد عند الجهاز الفني واكيد عند اللعيبه، واللعيبه مقدره ده بشكل كبير جدا.